أنا اسمي عبد الرحمن عياش، فلسطيني الجنسية. تخرجت من سنتين من قسم المحاسبة، ومن سنتين لهلأ عم دور على شغل وبعد ما لقيت لهلأ. أنا آدم سري، عمري 25 سنة، من الجنسية الفلسطينية، دارس هندسة ميكانيكية هون بلبنان. من وقت ما تخرجت لهلأ عم فتش على شغل، ما في شغل أبداً. المشكلة اللي واجهتها لأني أنا فلسطيني الجنسية، أول سؤال كان يسألوني إياه شو جنسيتك؟ كانت هيدي العقبة بالنسبة إلي إنه ما أقدر لاقي وظيفة. المشكلة كشاب فلسطيني أو غير من الشباب، بس بالأخص فلسطيني، إنه نحن بهالفترة من الفترات أو بهذا العمر بس واحد يتخرج دائما طموح له إنه يروح يشتغل، ونحن هلأ بوضع إنه ما في رولز إنه الفلسطيني يشتغل وما في حقوق من كل النواحي، فهذا شيء كتير صعب على الشاب، خصوصا انه طموحاته ما ملاقيها. اذا ما لقيت شغل يمكن تلاقينا بكره عم بشتغل بمطعم ويتر، مع انه الشغل مش عيب، بس لازم واحد يسعى ليأمن حياته ويعيش بكرامه. واذا ما لقيت هالشيء اكيد بدي سافر. صرت لقيت حالي بمطرح انه غيري عم يتطور، اللي هو كان عايش معي وربي معي واكل معي وظهر معي ولعب معي، اللي هو من الجنسيه اللبنانيه رفاقي، وانا صرت بمطرح انه انا خلص عملت الصب على 23، بطلت قادر اطلع. يعني لازم انا كمثل اللبناني اشتغل واتوظف وعيش حياتي طبيعي كانسان، مش يكون في عنصريه بالدق. صراحه قدمت كثير، دائما يعني في شرك تحترم حالها، ما بتحسس الشخص انه انت فلسطيني ما حنقدر لك دور هون عنا. وانا صرت انه منزوي انه انت اللي مخصك، انت الفلسطيني اللي ما لك حقوق، اللي ممنوع تشتغل، اللي ممنوع تفوت على النقابه، اللي ممنوع تتوظف. قرار وزير العمل اعطانا دافع ايجابي نقدر نقدم على وظائف جديده ونستمر بهالحياة. ونحن دائما رزق على الله، بس نحن دائما منا مثل ما بقولوا دائما نسعى.